براشر اللي عم تنعمل على هجوم فريق الحكم. كليف الكسندر بمرر، شو ذكية التمريرة، شو ذكية التمريرة من كليف لباتريك، والبعبود بسجل أولاني قاطو بالجزر. بمرر لسيرجيو درويش، درويش بيخترق، بمرر لكليف، كليف بسجل، بسجل كليف الكسندر نقطة الرابعة بتمريرة حاسمة من اللاعب سيرجيو درويش لكارون. في ارباك، في ارباك بهجوم فريق الحكم امام دفاع المنطقه. كليف الكسندر ما بيلعبها، لا 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 لا، ما معقوله، شو هيدي يا كليف، شو هيدي يا الكسندر، شوفوا بالريفلاش شو عمل كليف الكسندر، شو حاسم، شو حاسم هاللاعب، هيدي نقطه السادسه. كليف الكسندر ممكن يرد، بيحاول عن الار كمان ما بينجح، اوفنسيف ريباوند للمزهر، ونقطتين عم يسجلهم المزهر، بسجل المزهر اولى نقاطه بالجيم. الطابة بعكسها، سيرجيو درويش كمان عم يخترق، وكليف الكسندر عم يستعرض ويسجل نقطته الثامنة. ملا دانك بالايدتين، شوفوا شو عمل كليف الكسندر تحت السلة، قد ايه بيحسم، قد ايه بيحسم كليف الكسندر. المرة الثانية عم يقدر، وهون البلوك شوت، البلوك شوت من سيرجيو درويش على مارك خوري، يعني مرتين سيرجيو درويش بيخترق السلة، بده يجرب يعمل دانك على ابراهيم توماس، عم يفتح مجال يلم اوفنسيف ريموند ويسجل بطريقة استعراضية. ابراهيم توماس رح يقدر يبلش بهالبرسنتج العالي والمخيف. كارمن روش لبرا عن سيرجيو درويش يلي كمان بيخترق، سيرجيو شو حلو هالفينش، شو حلو هالفينش يا درويش. ورانا كارمن روش، كارمن بيعطي باتريك، عم يجرب يلعب على المس ماتش، تسديدة كارمن روش الثلاثية، أول تري بوست لفريق الحكمة بالجيم، صاروا 7 من 11 لفريق الدينامو. كارمن روش بسجل الثاني على الثواني. كارمن علي كمان بيعطي باتريك، باتريك عم يجرب يلعب على موسى شومان، ضغط ضغط ضغط، شوفوا مالله ضغط عم ينعمل، الطابة بيعكسها على مزر، تسديدة ثلاثية لكارمن روش، 3 ثلاثيات لكارمن روش. سيرجيو بمرر للمزهر، علي بيخترق بمرر، حلوة كثير التمريرة، قد ايه حلوة هالدرايف على البيس لاين من اللاعب علي مزهر، وشوفوا كليف الكسندر كيف بيقدر يخلص تحت السلة وبسجل نقطه ال 12 لبرا. كمان عند ابراهيما، هالمرة ما بيسجل ابراهيما توماس، تمريرة بتوصل لكارمن روش يلي كمان بيستعرض وبسجل نقطة ال 11 بتمريرة المزهر لينزل الفارق لنقطة واحدة بس، 33-32. تايم اوت للمدرب جاد الحاج. باتريك بو عبود بمرر لكارمن، ممكن يلعب على جاد خليل، كارمن روش هيدا الشيء اللي بجرب يعمله وبيعطي تقدم لصالح النادي الاخضر، 13 نقطة لكارمن روش. معود كثير غير دفاعاته، كارمن روش بيخترق بمرر، علي مزر بياخذ التسديدة الثلاثية وبسجل المزر عن الارك. كارمن روش، كارمن بيخترق، كارمن روش بسجل نقطة ال 15. باتريك بو عبود بيعمل فيك، بيلعب على السلة كمان ما بيسجل، كليف الكسندر بتابع من اوفنسيف ريباوند، شط لجاد خليل برا مستبطهم بشكل ممتاز، الريباوند لباتريك بو عبود، وفاست بريك ونقطتين عم يسجلهم الدرويش، 7 3 بوينتس. علي، علي مزر ميد رين شوت بسجل المزر، باتريك بو عبود كمان ما بينجح بالتسجيل، كليف الكسندر كمان ما بينجح، طب بتطلع لبرا لكارمن روش بياخذ التسديده الثلاثيه وبسجل نقطه ال 18. نقاطهم بشكل لافت جدا لاعبي فريق الدينامو. كارمن روش لبرا عن سيرجيو درويش، هل رح تكون الاولي له عن الارك، ما بينجح كمان كليف الكسندر بيلعب على السله وبسجل من اوفنسيف ريباوند. مارك 7 ثواني، شوفوا دفاع فريق دينامو قد ايه عالي، قد ايه اجريسيف على لاعبي فريق الحكم. كليف الكسندر هو بياخذ التسديده الثلاثيه وبسجل عن الارك. كارمن روش كمان درايف على السله وبسجل نقطتين، كمان ما بينجح كليف الكسندر بلم الاوفنسيف ريباوند. عزيز عبد المسيح بسجل، عزيز بسجل اولى نقاطه بالجيم وبسرعه بيطلب تايم اوت. كل يلعب